كنز معرفي وتكنولوجي يحول الآمال إلى واقع ويشبع نهم سوق العمل للكفاءات ويدفع الصناعة المصرية وسوق الخدمات إلى آفاق المنافسة العالمية. إنها المدارس التكنولوجية والتطبيقية التي أعلنت عنها وزارة التعليم وتستعد لقبول الطلبة خلال العام الدراسي المنتظر. تقوم فلسفة المدارس على الشراكة بين رجال الصناعة وبين الدولة من أجل تأهيل خريج قادر على التعامل مع سوق العمل في مصر وخارجها. بدأت التجربة عام 2018 بثلاث مدارس، زادت في العام التالي إلى 11 مدرسة، ووصل عددها الآن إلى قرابة 40، تنتشر في ربوع مصر كلها. من بين هذه المدارس ما يختص بالتكنولوجيا التطبيقية في صناعات السيارات والأجهزة الكهربية والكابلات، ومنها ما يخص الفندقة والخدمات، وتراعي المعايير العالمية في القبول وطرق التدريس والتأهيل.